ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، قال صلى الله عليه وسلم: فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. فالمشركون الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفره الله حتى يتوب إلى الله منه، ومن مات عليه فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تحقيق التوحيد في أسماء الله وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته وفي حكمه وفي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. تحقيق التوحيد فلا يوصف الرب سبحانه وتعالى بصفة النقص، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لم يقتل ولم يصلب ولم يمت سبحانه وتعالى، كما أنه لم يولد، لا يتعب ولا يمرض ولا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أي جميع الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحقيق التوحيد أعظم سبب للمغفرة، ثم ترك المشاحنة، وأعظم المشاحنة من يشاحن أهل الحق، من يشاحن السنة. لذا فسر العلماء المشاحن في هذا الحديث بالذي يعادي السنة، بالذي يبتدع، المبتدع هو المشاحن، وذلك أن شحناءه مع أهل السنة من أجل تمسكهم بالسنة، فهو أبعد الناس عن أن يغفر له في تلك الليلة، لأنه لم يترك الشحناء، وهي لأجل الدين في الحقيقة، شاحنهم لأجل التزامهم بالكتاب والسنة، شاحنهم واغتاظ منهم لأنهم يتمسكون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأما من يضعف الأحاديث الصحيحة ويبطلها بمجرد رأيه وينشر ذلك في الناس يلوث قلوبهم بمعاداة الكتاب والسنة دون أن يشعروا أو حيث يشعروا، فإن كثيرا من الناس يصل به الأمر إلى أن يترك السنة رأسا، وبعضهم يترك الدين رأسا، يصل الأمر به إلى أن يترك الدين بالكلية، ويراه من خزعبلات القرون الوسطى، ويرى أنه لا بد وأن يتبع الناس الغرب حتى في الإلحاد وفي الكفر وفي الإباحية وفي التحلل من القيم ومن المبادئ، إن ذلك كله من أعظم ما يؤدي إلى منع المغفرة. ثم الشحناء بين الناس بعضهم بعضا، وأشد ذلك عقوق الوالدين، وأشد ذلك قطع الأرحام، وكذلك ما يكون بين الرجل وامرأته بغير حق من أحدهما، عندما تكون الصراعات على الدنيا، عندما يكون هناك شحناء بسبب اعتداء بقول أو فعل أو قلب، عندما يكون هناك تشاحن بين أبناء المجتمع الواحد لمجرد اختلافاتهم في أمور ينبغي أن يختلف أن يسعى الاختلاف فيها، لذا تجد أشد الناس بلاء، أشد الناس امتناعا من المغفرة بسبب الشحناء فيما ذكرنا، تجد قاطع الرحم، عاق لوالديه، مدمن الخمر، وقد وردت روايات فيها ضعف إلا أن معناها صحيح في أن الله يغفر ليلة النصف إلا لمشرك أو مشاح أو عاق لوالديه أو مدمن خمر. وكذلك أهل البدع كما ذكرنا من الرافضة وأهل التكفير الخوارج والذين يحثون على منابذة السنة ويضعفون
ما في الصحيحين والأحاديث الثابتة ويطعنون في أهل العلم، إن هؤلاء ممن تمتنع معه المغفرة. راجع نفسك في اتباعك للكتاب وللسنة وتعلمك لذلك حتى تتطهر القلوب، حتى يزال الزبد، حتى تزال الشوائب، فتكون القلوب مؤهلة لاستقبال شهر رمضان خير استقبال، لتكون مؤهلة لنيل منة الله سبحانه وتعالى. الاكثار من الاستغفار، ليلة واحدة ويمكن أن يغفر لك ما قد مضى من ذنوبك. بادر بالبحث عمن بينك وبينهم شحناء، وانظر في الأقربين، وانظر في الجيران، وانظر في الزملاء في العمل. أزل ما في قلبك من شحناء، إذا أزلتها ولم يزيلهم فليست بينكم الشحناء، الغل في قلب صاحبه. خيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.